مكان بيع المخ بالدراسة. هادي تيقول لها مرارة باللغة ديال البزنازة، تيقولوا لها مرارة. هاد المرارة ديال السداوي اللي كيكون عرفات أحداث بزاف، وأنا كنت شاهد عليها. يعني راه ماشي سهل، صعيب صعيب دير مرارة وتكون يعني كتبيع ديك الكمية اللي كانت تبيع سي محمد وفي سونتر دفي. المهم خرج سي محمد، سي محمد معروف بالطيبوبة ديالو أول حاجة. أنا ملي خرج ولقى كما قلنا داكشي اللي قلت لكم في الأول، خدا بزمام الأمور، خدا بزمام الأمور تاع المرارة. ريحت بيتكم الله رفعك لي مزيان بالصبر ديالتي، تحزمت هبط لعندو لقيتو خدام فيها. بالصبر ديالتي تحزمت هبط لعندو لقيتو خدام فعلا. واش ما نخرجش على الموضوع؟ هو واقف وانا ملي جيت لقيتو واقف ما حملتش راسي، لان داك السيد ماشي ديال ديك البلاصه. وقفت حيدت لهم داك الحشيش كامل، عندي شي دراري ولاد حومتي بغاو يتعاونوا معايا في الاول، حطيتهم تا هومايا صافي. سر الدار كما تنقولوا حنا، سر الدار نخدمو. باش نوضح الصورة أكثر لبعض الناس اللي كيسمعوا 30 كيلو في النهار كتسربعوا كتجيو مغربة، راه ماشي أجي وخرج من النهار الأول من الحبس وخرج تبيع راك غادي تسربي 30 كيلو. راه كاين بزاف ديال المراحل كدوز منهم باش يمكن لك أنت داك السوق ديالك. ما نقولوش بقاو نقولوش نقولو حنا مرارة، بقاو نقولو السوق باش يبقى غادي وتيطلع. خص يكونوا فيك واحد المميزات اللي هما رجوليه واللي هما معقوله. بحالاش مثلا معامله لسان الحلو، السواطر والسيوفه ما يكونوش، بنادم يمشي له رزقو خصك تصوفي تجبدو له، الجيران يكونوا مرتاحين، حتى واحد ما يشكي، اللي خصاتو شي حاجه من الحاجيات ديالو خصك تسدالو ماشي خوف، ولكن بالرجوله. هذا هو هاد الشيء اللي تندوي. انا دابا ما بقاش فهاد الوقت، هاد الشيء غادي في وقت الرجال ديال بصح اللي كانوا كيديروا المبالغ ديال التجاره في المخدرات بجميع الانواع ديالها، كانت فيهم هاد الخصايه ديال الرجوله هادي. ما عليناش اخوتي، كما قلت لكم راه ماشي غير اجي وبيع 30 كيلو، خص يكونوا بزاف ديال المميزات وبزاف ديال الحوايج اللي هما فيك انت كشخص كانسان قبل ما تكون تاجر مخدرات. سي محمد مصدريف يعني كانت بداية كان نحيرف، بداية في نحيرف يعني كان بدا بقطع الشفيرة، يعني كأي واحد تيهز بلاكا تيهز جوج يقطعها ويوقف الحومة ديالو، يعني ما كان تيتعداش ما كان تيسرق ولا هادي، يعني ياخد بلاكا يقطعها ويوقف السوق يجيب نهارو بها باش يمشي بالليل مزيان بخير. هذا هو اللي كان تيخرج كاع ربما من السجن وكان تيجي لعندي. الناس محمد صديق ديالي ماشي كيجي يشوفني ويجلس معايا، يدوز معايا داك المغير ويمشي ينسي شي شويه داك الشيء اللي دوز يمشي لحالاتو. واحد الشده راه كان ربما اسمح من السلاوي كنعاود لكم عليها، 93 على ما اظن شهر 8 او شهر 7 كانت قطعت له واحد 100 غرام، جا وقرار باعه وشرا سالتها ما بقى له والو من شي 3 أو 4 ديال الطريقات، خرجوا به المخزن. هي هذيك الشده الله اللي كان وتبعتو انا تلاقينا بعين برجا دار بيضا. يعني كما قلت لكم سمع عبد العزيز عليه يخدم، انا ملي مشيت سوا كان سوقني مشيت تبعتو لقيتو في الكوزينه خدام، يعني ماشي بحالنا حنا كنضيعو الوقت في لاكور او كتيب ولا لا سمع عبد العزيز يخدم. شي جون كيطلب في الدار بيضا في عين برجا في الكوزينه مع كوزينير تيعرفو الحباسه قدام صالح الحل الا كان باقي بالحياة. هاد الشتا هادي اللي عاود لكم عليها سي محمد كان تقبض بالحشيش ديالي،
93 بحكم ان درت عامونس ديال الحبس وداك السيد الشريكي حتى هو ضرب حتى هو شي نقول لكم شي 31 شهر خرج ديك الساعه تيكون بلا نسا كيكونوا مرارات اخرين بنيين هذيك الضربه 4 كيلو كاينين بزاف الناس لا داعي لذكر الاسم ديالهم وكتشوف هكذا 4 كيلو هكذا 5 كيلو هكذا 3 كيلو هكذا 4 كيلو وكانت واحد المراره في السله كضرب حتى هي تقريبا من 25 28 30 كيلو في السله ولكن ما كيبيعوش الكينه رقوبي كيبيعوا غير الحشيش والكيف لا داعي لذكر الاسماء باش ما نحرجوش الناس تابع لهم الله ويفع لهم الله وداروا وليدات وكبروا فانتم عارفين اني انا ما تنبغي نقاس حتى شي واحد بعنا 50 غرام هذاك النهار ملي جينا ضحينا ودخلنا للدار وجمعنا حنا الدراري برون خذ داك الشريك ديالي خوتي باقي عاقل على هاد اللحظه هادي قلت له شوف شريكي اليوم السبت بعنا 50 غرام فانا نقول لك شريكي واحد القضيه راه الى وصل السبت الجاي بحال هاد الوقيته هادي وما بعتش ما كنتش كنبيع كيلو في النهار فانا غنقطع يديا وغادي نحبس التجاره في المخدرات علاش ما عجبتنيش 50 غرام واي واحد ما غاديش تعجبو المهم الحشيش كان مزيان والمعامله مزيانه خديت هاد الوعد على راسي من بعد صباح واحد اخر بيع 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 داز الاسبوع جا السبت الاخر ملي جا السبت الاخر لقيت راسي بايع كيلو 300 غرام اذا داك الوعد اللي خديت على راسي نجحت فيه ما لقيتش اقل من كيلو لقيت من كيلو لفوق فقلت له دابا شريكي ممكن غادي نمشيو الخدمه المراره بدات تاخذ انتشار الناس ولاو تيجي وهادي انا واحد الساعات غنطلب من عندي الدار مع الدار والله العظيم تنشوف جيج ديال البشر المهم هذاك الشيء راه الله اعلم الا تكون اول مره لا في الملاح بداك الشكل المهم الناس يجي وتيدخلوا وتيمشي وتيمشي بامن واحد ما حطش واحد الحاجه هنا المراره ضروري تشوف المراره الناس يهزوا سيوفات يهزوا الماس يكونوا واقفين انا اللي لاحظت في هذه المراره هذه لان الناس ما كاينش شي واحد من الناس اللي واقفين على شي ساطوره ولا شي حاجه ولا لقيت روحي كنبيعو بدون نيه بيع جالس مع خويا في محمد كي داير ما حس براسي خوتي حتى العصر اقسم بالله العلي العظيم غلط عليا زوينه من هنا تمشي من هنا تيطلق ليا مصرو من هنا تيطلق ليا ديسك مغوالي مكانيك تيطلق ليا نوكال بالموسيلا عليك كيسجنوني لقيت روحي انا ملاهمة والكرسي اللي كنت جالس عليه اقسم بالله بالفلوس وليت قدك ها وراك وليت قدك بدينا نمشي للخدمه دخلنا الكينه حتى هي السيمانه الاولى ما كانش الكينه السيمانه الثانيه قلت له الا بغيتي السوق يمشي يا معلم خصنا الكينه الكينه حضرات فمن هنا الدراري ديال الحومه تيعرفوا السلاوي راجل فانا بديت كنعزل الدراري الرجال خصمها اللي هما برا واللي دراوش واللي غادي يخدموا معايا واللي ما فيهم لا خشونه لا صداع لا مشاكل وهادشي شرطتو عليهم انا من الاول فاللي بغى راه بغى واللي ما بغيتوش انا يكون راه ما بغيتوش يكون راه ما كانش لقينا غادي اليوم كيلو 300 السبت كيلو 300 هنا فين تيبقى الامتياز ما بين مراره ومراره المعاملة ديالي والمعاملة ديال الخدامة فأنا كنت شارط عليهم من الأول تنقول لهم اللي مشى حتى شي ساطورة أو لا قلق ليا شكليا أو لا ضرب ليا شكليا أو لا دار شي حاجة خايبة مع الكليان فأوجد الكليان تشكى مني ونعات فيه فهذاك السيد غادي يكون غادي تكون عنده هي آخر دقيقة في ديك المرارة الكمية اللي كانت تتبع على إضافة للحبوب راه زعما ماشي نقولوا لان ما عمرها داز في الحي الملاح بالضبط تنهضر على حي الملاح ما عمرها داز بحال هذا ان الفلوس في وسط الكراتم تتعصب الرجل
كمية المخدرات كمية كتيرة كتيرة، إن واحد الوقت توصل حتى 30 كيلو مقردة وعلى ما يزيد. كنت أنا داك في السيجو ديال لاعب سيدي قاسم بيتا، يعني رغم أنا عارف وقيتها، أنا هو في الميدان عارف وقيتها، خصوصا نروح مع الهاتف الدراري والهاتف ديالي من السجن نعيش معاهم واحد، يعني على الأقل ساعة مقالية نعيش مع سي محمد الدراري اللي جنابو، يعني كأنهم حتى هما في غرفة رغم سيفيل مش سيفيل. يعني كان الهاتف هكذا هادي اللي يهضر يعطيني اسم محمد هكا هضر مع هذا صدق هذا كون هضر مع الدراري كلهم ساعة مقالية، يعني بحال عايش معاهم. شحال ديال الناس دابا في المغاربة في المغرب كامل شنو الجمهور ولا بزاف ديال اليوتيوبرز تيسمعوا واحد السوق تيسير بيه 30 كيلو في النهار مقردة و 7000 8000 9000 سمطة ديال الضوء في النهار ما تجي غريبة، ولكن اللي ما عارفينش خوتي المغاربة الجمهور الكريم هي أن ديك 30 كيلو راه تتبيع مع سلا مع الرباط مع تمارة مع بوقنادل مع عسير الطيبي مع قنيطرة مع محمدية بوزنيقة صخيرة وصلنا حتى لكازا. هذا ما كانش هذا الباب هادي كانت عندي فيها هذه جربة هذه دابا بلاصه هادي هي الباب كان باب ديال جربة والشراجم ديال الدار كانوا كيطلعوا على هذه الجربة هذه في ثلاثه الشراجم هما اللي كانوا خدامين وفي هذا الباب هادي حتى هي الباب الجندي اللي كان هنا ماشي هو الجندي صح حتى هو كان فيه شارجم فهمنا يعني بنادم كان كيجي كيدخل ثلاثه ديال الشراجم هنا شارجون كان في هذا الباب عاد كان مخلوق هنايا من هاد البلاصة هادي كنت في الداري تكون الحساب فين تكون في الراس ومشاكل فهمتي أنا كنت في الداري وهنايا كان بلادي ديال الصح هذا راه ملي حبستك المريرة عاد درنا هاد الباب هادي كان بلادي هنا وكان عندو شارجون هنايا بلادي ديال الصح هنا كنمشي نوقف خدام كنمشي نحط الطابلة ديالي هنايا هناك أسداري يعني كنا كنجمع الصاف ومن بعد كنا كنمشي من الغرب والصاف كنمشي الصرف وكل واحد كان في الدرام ديال الصرف ميلا كنجمع كنديرو 3 مليون 4 مليون الصاف هادو كنمشي كنسحى في البوتيكات في السماكات كلشي عطيت 3 مليون 4 مليون الصرف كيجيب لك واحد واش نعرف انا الناس ديال كازا كيجيو يتقداو من عندي واحد السيد لا داعي لذكر الاسم ديالو كان تيجي مسكين تيتقدا من عندي قطيب ديال الحشيش ب 2400 ريال وكان تيجي يدي سلطة ديال الدواء وبحكم ان ديك القطيب ديال 120 درهم هذاك الحشيش ما كيكونش محطوط عند الخدامة هذاك الحشيش مزيان كيكون عندي انايا اللي بغى شي حاجه من داكشي كيسقطوا ليا الدراري الفلوس وعاد كنقطع عليه القطيب ديالو ولا جوج خطبان ولا 120 درهم ماشي 140 درهم فانايا ملي وليت نشوف داك السيد كيجي كي ديما كيجي كيدي 120 درهم وصنطه ديال الدواء فانا بغيت نعرف هذا الشخص هذا خرجت لعندو طليت قلت له شكون هما هاد القطيب ديال 120 درهم وهاد الصنطه ديال الدواء ويقول لي خويا انا قلت له منين نزل الخوت قال لي انا بيضاوي قلت له انت كتجي من كازا على ود القطيب وعلى ود السلطة ديال الدواء وانا حليت الباب قلت له دخل اخويا دخل دخلته لعندي وقلت له كيفاش قصتك انت مع هاد القطيب والسلطة ديال الفعلين قال لي اخويا سلاو انا جبت الصراحة من الاخر قال لي انا يا راه هاد القطيب ديال الحشيش اللي كنتقدم عندك 120 درهم وهاد النوع ديال الحشيش اللي مزيان وهاد السلطة ديال الدواء اللي كنتقدم عندك ب 50 درهم انا جيت نتقداو من كازا راه نتقداو ب 500 ولا ب 600 درهم علاش لان داك الحشيش حنايا وداك الفانيد اللي عندنا تقريبا نقول حنا اللي تنسربوه لكازا
هو ما تنسربوش لهم داك الحشيش المزيان، تنسرب لهم غير الحشيش الناقص، هما تيبيعوه بالثمن، والدواء عاوتاني حتى هما تيبيعوه بالثمن. انا فين هاد الدري امين مع المده مسكين ولا تيجي ولا تيجي مابقاش يتقدى غير راسو، ولا تيتسخر لخمسه الناس عشره الناس، ولا كيجيب ليا واقع كل واحد والاسم ديالو وشحال خصو ديال الدور وشحال خصو ديال الكينه. فانا ملي ولا كيجي عندي هاد السيد هذا مابقيتش كنخليه برا، كندخلو عندي وكنحط الورقه قدامي وكنبقى نقطع عليه كل الناس حاجه ديال الاسميه ديال بنادم، كنقطعها له وكنجمع له الدواء ديالو وكندير عليها سلوفان وكنحطها حتى كنجمع له المسائل ديالو. وملي كنبغي نصيفطو بحالته ما كنعطيش هو ديك الامانه، كنعيط على دري صغير من الحومه اللي ما غيكون غير مشكوك فيه، ما غيتشبهش. كنعطي ديك الامانه وكنقول له سير مع هاد الدري هذا حتى البلاصه فين غادي يركب، حتى يركب وعطيه الامانه ديالو. انا خوتي المغاربه هاد الدري هاد البيضاوي هذا مع المده بحال هادوك الناس اللي كان تيتسخر ليهم ما بقاش تيبغي يتسخر ليهم، ولا هو دراس المال ديالو ولا هو تيجي يتقدم عندي. بدا معايا ب 10 المشطات، بدا معايا ب 50 غرام، بدا معايا ب 100 غرام، وهو بقى غادي حتى طلع. دابا راه سهل عليه الله. المهم انا في ديك الوقت راه خليته كيضرب 100 سنطه نص كيلو، كيلو ديال الحشيش كله تيجي يتقدم من عندي. من هنا المرة اللي طلعت محمد يا خوتي راه يعني ما تيعرفوش، يعني ما تيعرفوش ناس محمد حالو وحوال حال مع الناس اللي هما ناس وأحوال مع الناس الأخرى، يعني ما يفوتكش، ما يكون معاك ما يفوتكش، يعني تجي فيه الضربة هو ما تجيش فيك أنت. ماشي نعرف على سي محمد، بس محمد راه إنسان شنو نقول لكم أخوتي كيما قلت لكم قوي، يعني راه غني عن التعريف، غني عن التعريف، ماشي عمر ما توصل لها. بحكم قلت لكم انا جاري الدار على الدار، غير الدار الباب اللي مشوى بصراحة العبارة اللي فيها البلاندي وفيها احسن بلاندي، داك البلاندي بعد البلاندي شنو هو خوتي؟ هو الباب، الباب ديال الحديد بلوغس البيضونسي بلاندي، وراه باب ديال الحديد لاصق في الحيط، اقسم بالله داك الباب والله ما كاين في دار السكة. شي دار السكة والله ما كيخو داك الباب بقوة المتانة ديالو والقوة ديالو، لأنه ما تيتحل ما والو. والباب اللي علينا في الحومة الصغيرة اللي علينا حنايا بالبسيط تنشوف وتقول عادي، باب تيخرج من هنا وباب تيخرج من هنا. عندنا دابا هي المرالة كيفاش نوصل ليكم؟ كاين عندنا واحد الباب، باب فيه شريجة من الدورة ديالو، كاين واحد الباب صغير عاوتاني تنخرجو، كاينه دخله من السور وكاينه دخله من الحومه. ما كانوش رجال الامن ما كانوش عارفين ديك البلاصه الجيه، ما كانوش يجيو تيحاصرو الجيه من السور. واحد شنو نقول لكم، ما داكشي نتاع تيبقاو هما جالسين مقابلين يدين الكليان ما تيدخلوش من هنا، الكليان تيوليو يتوجهو من الدوره تيمو جايين تيمشيو لذاك الباب الاخر الصغير اللي عندنا، هو نفس الشكل بلادي وهادي حدا واحد الرجل تماك. هنا حنا تنطلبو من السطح تنشوفو رجال الامن راه جالسين حاطين الكراسة حاطين السطافيط في الباب اللي وي ما كاين، تيدورو تيحطو بنادم كيفاش هاد الناس محاصرينهم من لهنا والحشيشة تبع من لهنا، تما داخلهم الامر، داخلهم الامر تنشوف بنادم جاي مسلس جاي 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 وداك الشيء تعاون لحقاش نجيو صراحة محمد عزيز على الدري ولاد الحومة بغير الإرادة ديال بنادم يتعاون مع اسم محمد، ولا طعن بو هادشي من هنا سي من هنا سي من هنا كنجيو المخزن عيطو اسم محمد عندك هادي هادي هادي، داك الشيء راجع علاش؟ راجع المعاملة ديال اسم محمد مع أبناء الحي ديالو أولا، هذاك الشيء اللي مع أبناء الحي ديالو أولا المعامله ديالهم كي دايره، علاش الناس ما تيجيوش يحبوا هكاك؟ هنايا هادي هي البلاصه اللي كنت كنتصور فيها مع اللي خلا عليا تتبع عليا البيبان من هنا ومن هنا، وهنايا فين كانوا الشراجم هادي راه عاد تمنات، شنو هنا كانوا الشراجم
من يكون تسال بحيت هذه عاد زادت هذه الصلاه هذه ما كانتش كان هي هنا في كانت الجمعه وهنا البلاصه اللي كنت كنصلي وكان هنا بيت في قلب بيت والباب هنايا الباب الثانية هذه من خرج البركمان باش جاو تيفرعوا عليا الباب من هنايا الباب اللي كان تمايا هذاك تمايا كان ديال البيع والشراء وهذاك الكوميسار جا ديك النهار كان ديال اللهجه جديد ما عرفش بان عندي جوج بيبان هنايا وقلنا شي طرائف اللي الله اعلم الله اعلم الى المستمع الكريم اجي غريبه وما غاديش يصدقها حتى نكونوا جالسين في المراره تيجي مخزن تيبقى يفرع عندنا البيبان شنو البيبان ماشي بيبان راه بلان ديال الحديد والشراج مصغار تيبقاو يدفعوا الماطلاكات هادي تندور تنديرها وسبحان الله تيجيو مع ديك الوقيته ديال العصر ما بين مور الظهر والعصر تيجيو ديك الوقيته وكان واحد ديك البلان ديالنا قال فاكا وكاين القشيه القشيه واحد الفتحه صغيره تسكن فيها وانا جالس هكا تنتفاجئ شنو عصا وعصا تبارك الله داخل عليا من هنايا تنديرها ما جاتش فيا وانا ما نبطش راجل صغير تيتسد سديتها وشنو صافي هادو في الباب وزيح بوتس 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 زيح اخوتي شنو ندير انا راه جايب غير راه يقول مالين دينا مالينا الصغيره وانا جالسه كنت نتفاجئ بعصا دخلت من هنايا درت هاك حاز راسي سديتها ديت هادي صافي وقفتني بالدربة صافي كاين بوليس قطرو القلعة وراك عارف شنو فعلا جالس هكا على الكرسي كرسي كبير بيا فوق دوك الوراق اللي كنا تنديرهم هنايا الشريك ديالي انايا كيما عارفين الناس في الحومة وعارفين هادشي كامل كاين واحد النوع ديال البشر عندنا ما تيفيقش غير ستة ديال العشية هاد الناس هادو اللي تيسهروا الليل فيهم خمالة فيهم كلها وشتي كل شي بشي لي بواط كلها ولكن خصهم واحد القضية خصهم اللي فيخدع ستة د العشية خصو يقول له أول كليان جاي يتقدم الملاح خصو يديلو رزقهم باش يمشي يشري طرو ديال الروج يمشي يشري باكية الكارو طريف ديال الحشيش باش يدير البلاكة باش يشد الليل فأنا هذوك الناس كنت كندير معاهم مزيان كنقول لهم ملي تفيقوا ما تقيسوا حتى شي واحد ما تأديو حتى شي واحد واجيو لعندي أنا غادي نتعامل معاكم اللي كيجيو عندي انايا كندبر عليهم مشات الايام وجات الايام شريكي ملي تيجي في الليل تيجيب ليا السكان ديال السلعه وانا كنعطي السكان ديال الفلوس هاد الشريك ديالي هذا ملي تيتم خارج يخلي الطوموبيل بعيد عن الدار عندي بشي 15 ولا 20 متر فانايا واحد النهار من النهارات النية ديالي تميت خارج معاه بتسال الطوموبيل فانا ملي تميت خارج معاه بتسال الطوموبيل كنشوف هادوك الناس اللي انا كندبر عليهم بنهار كيمشيو كيقرطفو على الشريك ديالي تا هو باش كيدبر عليهم انا ما عجبنيش الحال تقريبا كيخلي ما بين 5000 6000 درهم 7000 درهم حتى 10000 درهم غير من باب الدار الطوموبيل ونفس الاشخاص كما تنقولوا حنايا بواحد اللغه ديال الزرقاء لا داعي لذكر ديالها كنقولوا غادي هي بلغه اخرى انا نقولها بلغه اخرى سميريه كيضربوا على جوج جوايع طالعين هابطين واكلين هابطين هما عايقين هما مصابر فانا ملي شفت داك المنظر ما عجبنيش شريتها مع الشريك ديالي قلت له مابقاش خدام انايا كاع بغيت هاد المرارة الله يكلك بها هزيت موطوري طلعت بحال تنحي المبيعات لا غد ليه ما مشيتش ما هبطتش ضربات الوحده ديال النهار جوج ديال النهار تسع ايام ويصوني عليا ما بغيتش نطلع واحد الساعه كنسمع الصوت ديال الموتور باب الدار ديالي حليت الباب تلقاه هو دخل معاه الباب انا شي راجل ديال فيا ديال الناس محمد تخدم راه المراره ما يمكنش غتمشي بلا بيك كدا وهادي وهادي وانت اللي مسير كلشي وانت اللي عارف السيستيم المهم جالسين تنهضروا ضربات شي ثلاث ولا اربعه ديال العشيه واحد الساعات كيصوني عليا التليفون مالكم اش واقع اودي اعتقر البقا راه الدواء والله اودي على البقا الدواء كي دارو تا الدواء وغير اجي ونعاودو لك هبطنا انا والشريك ديالي مشينا لقينا يلاه صفات يلاه الروينه كحله
انا نجي نقول لكم كاس محمد كشخص، انا ما عمرتش التعامل اللي تيتعامل. عندنا الدراري بلي الله يعفو عليهم، عندنا بزاف الحوايج. تيجي اسم محمد تيقول لي شوف الا كنتي غدير شي حاجه ولا هادي ولا هادي اجي. المهم البليه ديالك على حسابي، مصوب ديالك على حسابي، بس ما تجي عندي ما تجي عندك. ريح راك الخير لا دير، ريح داشتي شي حاجه ولا هادي ما تقول. المهم ريح. وداكشي اللي كان الناس كبار والله نجمعو كلشي نقولو داكشي تيبقى. المهم كاين اللي ياخذ هادشي افتخار ولا كاين ناخذ شنو، ولكن كاين واحد الجانب الانساني تكون عند بنادم اللي يشكر الله سبحانه وتعالى اللي تكون عالم به. لان اسم محمد ماشي جاو تلاح داكشي، وماشي اللي نقولو واحد الانسان اللي الشر مخلوق فيه. لا، اسم محمد انسان طيب والله اعلم اللي ما عاشروش مزيان وعن قرب وهذه تيبان من الهولة الاولى بانه راه، ولكن راه في الداخل ديالو راه الله اعلم الا جبتيه تلقى عنده قلب تاع عاطفة، انه تيحب الخير وما تيبغيش تعدو، تجي الغيرة على ولاد حومتو. ما داكشي اللي نقولو بنادم راه كاين اللي تيجي من الهولة الاولى تيجلس مع اسم محمد تيهضر معاه تقول لي اسم محمد الله اعلم انا كنت واخد واحد فكرة قاطعة، ولكن ملي جلست معاك وهادي اكتشفت فيك واحد دقة. يعني ملي كنت مشيت لعين برجة في سنة 93 لقيت اسم محمد تما قلت لكم تيخدم، يعني ما خصوش يديها هو هو ما بضلو ما يقراش كتاب تيمشي يخدم كوزينة، يعني باش كيجيب روحو خصو كارتو خصو راك عارف نمشي شنو خصو سوليد اللي يمشي للبيت ديالو خصو الراس يعمر ويحس بخير وكيف الصباح يخدم هذا. وسي محمد كيما برا كيما لداخل، يعني نقولوا كيما في الزنقه كيما في السجن، إذا في السجن الغربة ولا هادي ومع شي دري ولد الحي ولا يعني ديما تيجي بحسابه خصو يفكر يديرو خبيزة زايدة يديرو هادي خصو عطية خصو هادي خصو هادي كان خدام الكوزينة. وعلى ذكر يعني أنا كان صراحة يالله أنا كان اسم محمد في الكوزينة هو اللي مكبل دوك البتيات ديال الصعوبة. كان عندنا ربما ستة ديال البتيات، ربما كانوا ستة كارتيات كل كارتي ديالو البتية ديالو. كان سي محمد تيفكر ليا باش ندبر انا على راسي اش تيدير دوك ستة ديال البتيات، تيصفيهم من الزيت من الفوق بلا لوج، يعني بغرفة كبيرة تيصفيهم من الزيت و تيعمرهم في البتية ديالي انا. انا باش نعمر عاود واحد 3 لتر ديال الزيت باش نبيع على المساجن تاعنا ندبر واحد شي 3 باكيات ولا 4 ولا. انا فين غادي ندخل لكم في هاد الطريفه ديال هاد البقال هذا والله يذكره بخير. هاد الدري هذا راه هو اللي كنت بينتو معايا في واحد الفيديو ديال العيد الكبير، يلاه كان خارج من واحد 12 عام. هذا هو اللي قلت لكم ضرب بنادم ديريكت مات ليه في يديه، حكموا عليه ب 15 عام حيدوا ليه 3 سنين قتلوا 12 عام. هاد الشيء من مور ما كان تيتاجر معايا في المخدرات عاد جاب هذا الروح هذا ولا عقلت عليه، راه كاين معايا في الفيديوهات فيديو ديال العيد الكبير. هاد الطريفة اخوتي ملي دخلوا ومنطوا هاد الدريري هذا وجلسوا على الارض هاد البقال، فهم بداو تيجمعوا ديك السلع اللي عنده في ديك الصندوق جمعوها سهله، قالوا انا هذا السيد البقال تمشي. هاد البقال هذا انا كندير له واحد الصندوق ديال الخضره واقف، وعاد كنحط له الطبله فوق منها الحشيش، كل بلاصه فيها مسائل ديالها طبله مقسمه. فهو دار واحد جوج بتيخات سويلات لتحت وعندو واحد الوركمان، واحد السام اللي قالوا ليه البوليس نوض يلا تقعد بدو شي نوضو فيه، قال لهم فين هاد نوضو؟ انا قال لهم نوضو تمشي للكوميسارية، قال لهم انا غادي عطوني البتيخ ديالي وعطوني السويلة ديالي. هادوك البوليس بقاو تيضحكو قالوا ليه مسخوت الوالدين، واش انت عارف راسك اش كدير وعارف راسك اش تقول، واش انت غادي للحبس وكتقول لنا عطوني البتيخات ديالي وعطوني الوركمان ديالي؟ صورة خوتي اش قال لهم؟ قال لهم واش انا تيسحب لكم انا جالس هنا تنعمني الشاليني، وانا راه عارف راسي غدا ولا بعدو ولا اليوم ولا بعد بعدو انا راه غادي نمشي للحبس، بغيتوني نمشي معاكم وعطوني الاتخاذ ديالي وعطوني الوركمان ديالي. فهذوك البوليس بداو تيضحكوا شافوا تاعياو هما يهزوا لي الاتخاذ ديالو وهزوا لي الوركمان ديالو وداوه. لا غد ليه جاو ليا
ديال المداهمه باش يفرعوا عليا البيبان. تسنينا جوج ركعات اخرين والزيح كاين تيزدحوا عندنا بوتس بوتس وخبيط وزيح بوتس وبينسات خدامين بوتس بوتس وزيح بوتس. حنا تنتسناو خوتي صافي هكا وربعت وجلست تنتسناو هذا راهم تيعرفوا حتى حاجه في الملاح. كاسين انا والدري تنطلو تنديروها ما كتبوش على الله واحد الساعه تتكون حنا قطعنا الخلعه بحكم هذاك الشيء اللي تنشوفوا كميه نتاع نتاع رجال الامن اللي جايه ومحاصره المكان من هذا الجيل ومن هذا الجيل. صوروا الزيت داك الانسان الزيت وجليته مختار في التالي سمح لنا السكاوي تاعك وريسورسي مع الرعب باغي يشدوه.